جايين من موصل جديدة وأجواء جميلة جدا في سد الموصل، والحمد لله عوائل وناس كثيرة والأمان ما شاء الله. أجواء جينا ما شاء الله احنا من الصبح، لأن يعني متواعدين ان نتريق هنا ونلقي مكان حلو، والحمد لله على والله جبنا ريوق ما شاء الله، بيض وطماطة لبن زيتون، وهاي مثل ما تشوف انت همينة جاي نجهز الغداء. والله عندنا مشاوي صاجية، عندنا كباب تكة، والولد ان شاء الله كلهم ما يقصرون هم يساعدونا. احنا صراحة احنا حاسبين انه ما يعني قبل ما جينا نظفنا وبعد ما نروح هم راح ننظف، لان احنا صراحة كلتنا يعني دارسين والحمد لله، وما نقبل الوسخ لا لنا ولا لغيرنا، فلذلك ما نروح المكان الا ننظف مكاننا كامل ونروح ان شاء الله. اشجع الناس البقيه، والله اشجع كل واحد يجي المكان اللي يجي عليها ينظفها قبل ما يقعد، وبعد ما يقعد هم ينظفها. الحمد لله هنا اجواء طيبه، اجواء جميله جدا، عوائل من مختلف المناطق مختلف الاماكن، اجواء سياحيه جميله جدا، الناس بتونس، الناس تخفف عن الضنك اللي داخلها، تخفف عن الكآبه، عن الشغل، عن الدوام، فتطلع هنا الناس تشوف العوائل هنا مرتاحه يعني، وتلاقي المكان اللي خلينا نقول متنفس لهذه العوائل ولهذه الناس اللي هنا متجمعه، يعني تحتاج متابعه من قسم البلديه، يعني هذا المكان سياحي كبير جدا، مكان مهم. والله ما شاء الله اجواء حلوه، ربيعيه حلوه، اجواء تقبل. ايش تحتاج هاي المكان؟ والله تحتاج كثير، يعني شغلات، يعني خدمات ما بيها، خضار ماكو، شلون تحتاج اهتمام، وتحتاج يعني كثير شغلات، يعني منطقه سياحيه حرامات هيك، يعني المفروض يعني يسمون بها يعني حدائق شغلات، يعني من حي الفلاح. حي الفلاح يعني هي اتفقنا من الباحه انه نجي هنا نتريق، مثل نتغدى هنا، اتفقنا والتمينا هنا، كنا وسوا جينا بالسياره قارب، يعني كنا قارب، اي الحمد لله. زين بالنسبه يعني المسواق من اللي سوى؟ اي ابوي سوى، اي ابتلى من الصبح والله من الست راح. زين ايش قد كل واحد جمعيه سويت؟ اي جمعيه 20، نحن 20 واحد، اكثر من 20، اي تقريبا صار كل نفر 10,000 دينار يدفع. 10,000 دينار اي والونسه تسوى كل شيء.